لو احنا حبينا ان احنا نصنف على المستوى العربي يعني الوطن العربي، لو حبينا نصنف ان الدول اللي هي اكثر حظا في 2024 نقول على وزن هيبقى مصر والامارات وبعديها السعودية. طب وعلى المستوى العالمي بقى؟ على المستوى العالمي هيبقى في الدول الأوروبية، هيبقى في نصيب لدولة أوروبية في كأس العالم، في كأس العالم، وفي دولة أوروبية برضو هتعمل حظر أو امتناع، حاجة ترشد للصحة، حاجة زي الامتناع عن التدخين، عن مشكلة صحية، هيهتموا بالصحة، في دولة أوروبية هتهتم بالصحة. الدول الأوروبية هيبقى على الساحة، منهم فرنسا وإيطاليا وألمانيا هيبقوا على الساحة بسبب كأس العالم هينولوه. عندنا بس ممكن يحصل حزب الله يرجع تاني في مشاكل مع الصراع الإسرائيلي ده تاني، في استقالة لرئيس دولة إسرائيل أو حادث هيحصل مروع في دولة إسرائيل، أو في استقالة هيقدمها وزير إسرائيل، أو هيحصل مرض لحد من مرض أو حاجة هتصيب الشعب الإسرائيلي بحاجة مش كويسة يعني.